جزمت نفسي على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور. رحلة في أرجاء العالم في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي. لم يكن في حسبان ابن بطوطة في بدايتها أنه سيرسم للأجيال من بعده صورة صادقة عن العالم الإسلامي في عصره. ابن بطوطة محمد بن عبد الله مغربي، ولد في مدينة طنجة من شمال المغرب من قبيلة لواتا سنة 1304 في مجال أمازيغي، باعتبار أن المغرب كان يسكنه الأمازيغ قبل مجيء الإسلام. ابن بطوطة النسبة لوالدته، لأن المصادر قالت أن والدته اسمها فاطمة وكانوا يقولوها فطومة برضه، فهو ابن فطومة وابن بطوطة. أستاذنا الدكتور شوقي ضيف في كتابه عن الرحلات ضبطوا بالشكل ابن بطوطة بس، ولكن صاحب تاج العروس وهو أكبر معجم عربي بين أيدينا قال إنه على وزن فعولة، إذن هو بطوطة. الذين قالوا ابن بطوطة يريدون أن ينفوا عنه أنه منسوب إلى الأم. عشقه للسفر منذ الصغر يرجع إلى شغفه بأخبار البلدان ومعالمها، والتي وصلت إليه من كتب راجت بين العرب آنذاك كالمسالك والممالك لابن خرداببة ومسالك الممالك للإصطخري. تربيته تجمع بين ثقافة أمازيغية فيها مجموعة من المعطيات الذاتية، ولكن هي كذلك ثقافة إسلامية، حيث درس في الكتاب وتعلم القرآن، واستطاع كذلك أن يتكون في الشريعة الإسلامية. عنده العلوم الدينية، عنده التفسير، عنده الحديث، عنده القرآن، عنده قليل من المعارف الأخرى يعني، لكن معظم المعارف الجديدة تم اكتسابها عن طريق رحلة الحج التي استمرت لسنوات عند الجميع. وما يميز ابن بطوطة في تكوينه هو تعلقه بدراسة الشريعة الإسلامية، بدليل أنه كان يرشح أن يكون قاضيا، فلا يمكن أن يعين، يعني إذا قلنا تعيين قاضيا إلا إذا كان عارفا بالفقه. كانت تراودني أطياف لأمصار شتى من وحي الكتب، بيد أن رحلة أسمى كانت هي الأقرب إلى ذهني، فكانت وجهتي في البدء صوب قبلة تهفو إليها القلوب. الرحلة بدأت في سنة 1325 وعمره آنذاك 21 سنة. يجب أن ننظر إلى رحلة الحج نظرة مختلفة شوية، أنه لم تكن بقصد الحج فقط، وإنما كانت بقصد التعلم، يبحث عن العلماء ويتصل بهم ويأخذ عنهم، ممكن أن يأخذ عنهم حاجة في أسبوع، ممكن أن يبقى شهر أو شهرين. أصابتني الحمى، فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خشية السقوط بسبب الضعف، فنصحني صاحبي بأن أستريح حتى أبرأ، فأبيت وركبت الدابة على مرض، وقلت في نفسي إن قضى الله عز وجل بالموت فتكون وفاتي على الطريق وأنا قاصد أرض الحجاز. في السن صغيرة جدا يعني يشد الرحال إلى المجهول، فالإنسان لا يتصور هذا، المعمور كله غطاه. طموح كبير جدا وعنده صبر طويل، تحدي هذه الصعاب وتحقيق الغاية التي خرج من أجلها، كما قلنا هي تكوين البحث في خلفيات الشريعة الإسلامية، وبالتالي البعد الخفي وهو زيارة جميع المناطق التي وصلها الإسلام. رحلات ثلاث
بدأت أولاها من طنجة باتجاه إفريقيا حتى الإسكندرية، ومنها إلى دمياط فالقاهرة، ثم تابعت سفري في النيل إلى أسوان فعذاب على البحر الأحمر، ومنها أبحرت إلى جدة، ثم عدت إلى القاهرة فدمشق عبر فلسطين، ثم سرت إلى اللاذقية فحلب، واتجهت مع قافلة حجاج إلى مكة، ثم توجهت بعد ذلك إلى العراق ثم فارس، وحججت للمرة الثانية، ثم انطلقت من مكة إلى اليمن فالبحرين، ومنها إلى مكة، ثم وصلت إلى مصر وهي أم البلاد. كتابه نرى أنه خص مصر بشكل خاص وبوصف خاص لجميع مدن من الإسكندرية إلى الصعيد. مدينة القاهرة كانت تسمى مصر أيامها برضو، مش دلوقتي بس. وأكتر حاجة لفتت نظره فيها هو الازدحام الشديد والعدد الكم الهائل من البشر الموجودين في مدينة القاهرة والمباني الكثيفة جدا، وده كان شيء طبيعي جدا لأنه لما يجي من طنجة عبر مدن بسيطة في الساحل شمال أفريقيا لغاية لما يجي اسكندرية وبعدين القاهرة كان طبيعي أنه هو يصدم بهذا العدد الكثيف من السكان. هذه الأهرامات من العجائب المذكورة على مر الدهور، وهي بناء بالحجر الصلب المنحوت متناهي السمو، مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط، ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائه. أما الرحلة الثانية فكانت باتجاه الشمال، حيث زرت الشام ثم دخلت آسيا الصغرى وبلغت سينوب على البحر الأحمر، ثم عبرتها إلى جزيرة القرم وزرت جنوب روسيا قبل أن أنتقل إلى أرض البلغار، ومنها عدت إلى فارس ودخلت أرض الهند. الهند أقام فيها في أكثر من مدينة وتزوج، تولى القضاء لمدة 10 سنين، ويحدثنا عن عادات الشعب هناك من مسلمين وغير مسلمين، وخاصة غير مسلمين من طراز ألبستهم وانكشاف بعض أجزاء من الجسم مما لا يراه في مدن العالم الإسلامي، تقاليد الزواج والأعراس والأفراح، الأطعمة والبهارات الحارة جدا التي تستعمل في الأطعمة الهندية. ثم زرت كل من سيلان وإندونيسيا وكانتون في الصين، وعدت من سومطرة إلى ظفار بحرا، وانتقلت برا إلى فلسطين، ثم رحلت باتجاه بلادي عبر مصر فتونس، وفي طريقي زرت سردين بحرا، وخلال زيارتي لفاس عبرت مضيق جبل طارق وزرت الأندلس. وكأنه يتبع حركة الفاتحين، الفاتحين الذين جاءوا من الشرق. يعني لاحظوا يعني أننا نتحدث عن القرن 14 الميلادي، فكان العالم المعروف يعني هو آسيا أفريقيا أوروبا مثلا. هو لم يتوجه ناحية أوروبا لكنه وصل إلى مدينة القسطنطينية على الضفة الأوروبية فعلا في أقصى الشرق الأوروبي، لكنه ساح بطريقة واسعة جدا في مختلف الأماكن. المظنون إن هو زار أو شاف إندونيسيا جنوبا، في الشرق جنوبا إلى الصين شمالا، والمنطقة ما بين هذا وبين مصر. تجلى لعيني سحر دمشق في ذلك الجو السائد من التسامح والتنوع في الأوقاف التي فاض ريعها لتتكفل بنفقات العاجزين عن الحج أو الحاجين نيابة عنهم، فضلاً عن أثواب زفاف العرائس، حتى السجناء جعلوا لفك رقابهم أوقافاً، كما حظي عابر السبيل بنصيبهم من هذه الأوقاف ما بين ضيافة من ناحية وتعبيد للطرق ورصفها من ناحية أخرى. كم كانت مغامرة شاقة حين توغلت في أعماق إفريقيا، واصلت سيري حتى مالي، ثم عدت أدراجي حتى انتهى بي المطاف عند بلاد الفرس. تلك كانت رحلتي الثالثة.
توجه بشكل أعمق نحو السودان الغربي، نحو تمبوكتو مالي، ووصل إلى نهر النيجر. وفي هذا الأثناء استدعي من طرف سلطان أبو عنان وعاد إلى المغرب، وفي هذه المرحلة بدأ يكتب كتابه عن طريق الإملاء. ذاكرته الفوتوغرافية كانت تحسن التقاط البلدان وتسجل الأحداث والغرائب. بدأ ذلك في استحضار تلك الصور والمواقف حين كان يقصها على المهتمين من حوله بهذه الأخبار. ابن بطوطة عامل زي هيرودوت أو التاريخ ده، سجل المشاهدات، وطبعا بيسجل إيه؟ بيسجل الشيء الغريب. هو لم يكتفي فقط بوصف الأماكن من الناحية الجغرافية، لكنه وصف جغرافيا ووصف سياسيا واقتصاديا البلاد اللي كان بيدخلها، وصف أيضا حاجات ثقافية كانت موجودة، وذكر غرائب كتير جدا الشعوب كانت بتتكلم عليها، هو أوردها في كتابه. وصف رؤية هلال رمضان، المباني، يصف المباني أحيانا، لكن أهم شيء عنده كانت لقيا الرجال الصالحين والعلماء. يعني يلاقي مثلا واحد قاضي عمامته كبيرة، عمته كبيرة، فيقول لك دي أكبر عمامة شفتها في حياتي، حاجة زي كده. أو لما راح جزر المالديف ولقى الناس السيدات عرايا، فطبعا شيء ملفت. يعني عندما يلتقي بإنسان وهذا الإنسان فيما يقول يتبشر بأنه هو أو يبشره بأنه راح يذهب إلى كذا وكذا وكذا يصدقه. أيضا لما كان يحكى له أنني رأيت سمكة على شكل عروسة يصدقه. دائما يعني نقرأ في كتاب رحالة من العصر الوسيط أو العصر القديم، يجب علينا يعني أن نعيش ذلك العصر أولا، وأن نقدم العذر لمن يكتب غرائب لا يمكن لمنطقنا الحالي يعني أن يصدقها. يعني لكنه يعني في وقتها كانت شيء ربما مسلي، ربما حقيقي، ربما يعني ليس حقيقيا بما فيه الكفاية، ربما نصف حقيقي، لكن الرجل كان يرى أن مهمته هي تسجيل هذه الغرائب. أشار صاحبنا إلى فضائل أهل مكة فوصفهم بأنهم أصحاب المكارم التامة والأخلاق الحسنة والإيثار للضعفاء والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء. التركيز كان على الجزيرة العربية طبعا، حيث الأماكن المقدسة باعتبار أنها تمثل مقر الإسلام والوحي، وبالتالي هي التجاء للحجاج، فأعطاها تمييزا داخل ما كتبه. الطريف في الأمر أنه لم يسأله أحد إلى أين تذهب، ولم يطلبوا منه تأشيرة، ولم يسألوه أين جواز السفر. هذه البلاد كلها كانت تحت مظلة حضارية واحدة أو بلاد صديقة لهذه المظلة الحضارية. لما يكون الفكر الوطني موجود بشكل واضح، يعني بنشوف انه مفيش بقى يعني ايه انه دول مصريين ودول شوام ودول هنود ودول كذا، مفيش الكلام ده، في انه ده عالم اسلامي متحد ثقافيا وحضاريا بغض النظر عن التقسيمات السياسية اللي هي طبيعة الامور في كل عصر وفي كل حين، ثقافيا وحضاريا بغض النظر عن التقسيمات السياسية اللي هي طبيعة الأمور في كل عصر وفي كل حين. هو يقول بصراحة إن فلان أعطاني فلوس، وفلان أنزلني في بيته أياما وأياما تطول، ولم يكونوا من الأمراء، الأمراء والملوك أنزلوه مددا طويلة أو عينوه. كان العالم يتحدث بالعربية، كان العالم يتاجر بالعربية، كان العالم يفكر بالعربية، السفن
يعني بتحمل التجار والعلماء والمسافرين والحجاج إلى جميع أنحاء العالم بلا حدود، وابن بطوطة خير مثال على ذلك. أعانني على الترحال بدن قوي يتحمل المتاعب ويقاوم الأمراض بصورة تدعو إلى العجب. كنت آكل كل طعام عدا المحرمات، لم أشك سوء هضم إلا مرة وحيدة. كنت لا أتخير طعاما بل آكل ما أجد، وربما كنت أصوم عن الطعام أياما حتى يصح بدني إذا ما ألم به سقم. هو تعرض لكثير من النكسات الصحية واتكلم عنها في كتابه، لكنه لازم نعرف أنه كان بيتميز بشخصية قوية جدا جعلته يعني يتغلب على كل هذه المصاعب، سواء كانت أمراض أصابته أو أحداث سيئة. خاض ابن بطوطة ألوانا من المخاطر في أسفاره المتعددة، تعرض للهجوم خلالها أكثر من مرة، وتارة كاد يغرق مع السفينة التي كانت تقله، وأخرى كان على شفا حفرة من الإعدام على يد أحد الطغاة. في مقابل كذا طبعا كان بيوصف البحر الذي ركبه، المشاكل اللي صادفها في البحر، الغرائب، ولذلك ابن جزي أعطاها الاسم بتاعها. وطبعا تعرضه لمجموعة من المضايقات تدخل في هذه في هذا الإطار الغرائبي الذي نعته بذلك. تعرضه للسرقة ذات مرة مثلا في الهند، واللصوص سرقوا كل حاجة معاه، وكتب لنا انه هو يعني ما زعلش يعني على الأموال ولا على الملابس ولا حاجة، غير على الأوراق اللي كان بيدون فيها مذكراته. وكما تعددت أسفاره تعددت كذلك زيجاته وكثر نسله وأبناؤه. لما كان ينزل في بلد من الهند كان يتزوج مباشرة، وبعدين يبقى معها شهور ثم يتركها ويسافر إلى أي منطقة أخرى وانتهى الأمر. ولديه أولاد في مناطق متعددة. صحة ما مدى صحة هذه الطبقة للتاريخ والمؤرخين أن يثبتوا أو ينفوا هذه الحقيقة أو هذه النتيجة. بعد انتهاء ابن بطوطة من كتاب الرحلات وبعد تقدمه في السن، حط رحاله أخيرا ليشتغل بالقضاء، وكأنه أراد أن يطبق على أرض الواقع حصيلة ما اكتسبه من حكمة وتجارب على مدى الرحلة الطويلة. فأحيانا كان يتولى قاضيا على المجموعة التي يسافر معها، وتولى في بعض البلاد يعني في الهند تولى القضاء لمدة 10 سنين، وثم في آخر المدة الملك أرسله سفيرا، أو السلطان نسميه سفيرا له إلى الصين. عين في الصين قاضيا وعمل هناك وكان موضع احترام كبير جدا. ودي برضو بتدي فكرة عن ان المستوى الثقافي في المجتمعات دي كان بسيط، بحيث انه لما يجي واحد من بلاد المسلمين من بلاد الخلافة، طبعا العصر الاموي اللي كان في الاندلس هو يمثل خلافة ايضا، فيعتبروه على طول ايه مثقف كبير، وممكن يسألوه في أسئلة فقهية كثيرة قد يجيب وقد لا يجيب. وسافر فعلا مع مجموعة إلى كالكتة، وبالهدية وبالمجموعة اللي ما ركبوا أعدوا أسطول للسفر إلى الصين، ولحسن حظه إنه هو كان لم يركب بعد الباخرة، فقامت عاصفة أغرقت الأسطول بالهدايا بالناس الموجودين، اللي يعني هو الوحيد اللي نجا من هذا. ولولا إلحاح من المحيطين بي، ولولا طلب سلطان بلادي أبي عفان فارس المتوكل بتدوين هذه الرحلات، لكاد الناس أن يحرموا تفاصيل هذه المغامرة الطويلة. وجد نفسه أمام رجل غاب عن بلاده 27 عاما في رحلات متكررة، فأمر كاتبه ابن جزي بأن يسجل الرحلة بقلمه. رحلته بتؤكد وحدة العالم الإسلامي. إحنا في القرن الثامن في عالم اسمه العالم الإسلامي، تميزه المساجد الجامعة في كل عاصمة،
يميزه فرص العمل المتاحة أمام القضاء والفقهاء كما تمثل في ابن بطوطة في أي بلد إسلامه بروحه. تميزه حلقات الدرس وفي كافة العلوم. هذه الرحلة يعني توجد بها خريطة العالم الإسلامي كله، خريطة سياسية واقتصادية واجتماعية وعادات وتقاليد وثقافات وأشياء كثيرة جدا. فكان الرجل لابد له أن يهتم وهو يعني في أقصى الغرب الإسلامي هناك بما يحدث في أقصى الشرق الإسلامي وفي الدول الإسلامية الموجودة كلها، وبالتالي شغف بهذه الأخبار وبالتالي أمر بتسجيل رحلة ابن بطوطة. هو ما عملهمش عشان يعني يحكي حواديت بس، لا، بدنا معلومات في الجغرافيا وفي الأنثروبولوجي وفي الثقافة وفي الفكر وفي الفن. وكأنه يقول أن هذا المجال العربي الإسلامي هو واحد، فيه ثقافة واحدة وفيه تمايز يمكن أن يعود إلى الوحدة التي افتقدت والتي سمينا من طرف الآخرين بأننا منحطين في هذه المرحلة. أوروبا كانت ابتدت تعمل مراكز للترجمة بعد فشل الحروب الصليبية في نهاية القرن الـ13 واشتداد حركة الريكونكويستا الأسبانية ضد المسلمين في الأندلس في الفترة دي، وفي منتصف أو في أواخر القرن الـ15 تم الانتهاء أو تم القضاء على الوجود الإسلامي. ابن بطوطة كلمنا عن ده كله وبيقول لنا إنه هذا هو العالم، عالم شاهد قيام إمبراطوريات وسقوط إمبراطوريات، شاهد بناء دول قوية. لما زار مثلا الدولة الإقليمية القوية بتاعت المماليك اللي بتحكم مصر والشام وجزء من العراق واليمن والحجاز وأجزاء من ليبيا الحالية وليها سيادة اسمية على العالم كله وبتعتبر حامية حمى الحضارة العربية الإسلامية في طورها الأخير، ابن بطوطة حكى لنا ده كله من خلال الرحلة التي أملاها على ابن جوزي. لقي كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار فيما بعد حظوة لدى الغرب وشهرة، وذلك حين ازداد التواصل مع أوروبا حيث ترجم الكتاب إلى الإنجليزية والفرنسية ولغات أوروبية أخرى، كما لقي تقديرا من قبل الباحثين الأوروبيين باعتباره وثيقة مهمة. هناك الآلاف مثله في المغرب وفي طنجة وسبتة ممن كانوا يحفظون القرآن أو يقرؤون الحديث أو غيره، ولكن ابن بطوطة هو الوحيد الذي قام بهذه الرحلات العجائبية وترك لنا هذا التراث. هذا بالإضافة إلى أن جامعة كامبريدج تلقبه بأمير الرحالة العرب المسلمين. يقدرون ما قطعه ابن بطوطة بأنه حوالي 220 ألف كيلو. ذكرناها برحالة مثلا ماركو بولو فهي مضاعفة ثلاث مرات. المقارنات اللي قام بها باحثين عرب وأجانب للرحلتين أثبتت أنه ابن بطوطة كان رحلته طبعا أعرض زمنيا ومكانيا، بها معلومات أكثر، فاهم الثقافات والبلدان اللي دخلها. وطبعا المجال الذي تحرك فيه هو مجال آسيا، يعني بخلاف ابن بطوطة الذي تحرك في إفريقيا في شمال إفريقيا وفي الشام وفي الجزيرة العربية وفي الهند وفي الصين، وهذا هو الذي يفرق بينهما. أنا يعني عن نفسي درست ابن بطوطة ودرست ماركو بولو بحكم أن أنا متخصص في عصر المماليك اللي هو بيمتد من القرن الـ13 لغاية بداية القرن الـ16. لا، هناك فرق كبير جدا لصالح ابن بطوطة. عن عمر يناهز 65 تتوقف الراحلة عن المسير والمزيد، بينما لم تتوقف رحلة عطاء ابن بطوطة من بعده متمثلة في كل حرف يقرأ عن مصر من الأمصار في تحفة النظار لصاحب أطول أسفار في العالم. توفي عام 779 للهجرة، يعني في القرن الثامن الهجري الموافق ل 1377 للميلاد.
ترى لو أدرك ابن بطوطة عصرنا، هل تأخر لحظة في القيام برحلة إلى القمر؟